يستضيف اليوم فريق النجم الساحلي ضيفا تقيلا الترجي التونسي في الجولة الثانية من الدوري التونسي في دور بلاي اوف لكي تشاهد المباراة مع الفضل لا تطبيق الاشتراك بالقناة وتابع معنا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب المباراة في تم الساعة الواحدة بتوقيت تونس والساعة الثانية عشر ونصف ظهرا بتوقيت جرينيت وسوف تدع المباراة عبر قناة الكاس اتش دي واحد واثنين والوطني واحد تجدون شي في صندوق الوصف الناس لكم يكون فرشوم تاعها لي تونس ولا بالقناة يشرك بقى من المباراه من سوف يفوز الفريق النجم السحري مصطفى اليوم او فريق الترجي التونسي الطيف التقليدي اليوم